ردود الفعل الدولية المرحبة بما جاء في نص البيان الختامي للجلسة التشاورية لفريق الحوار السياسي الليبي. الآن بانوراما اليوم مع عماد الدين بالعيد. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من بانوراما اليوم، ونواصل أحاديث الحلقة الماضية حول مخرجات الاجتماع الذي عقدته لجنة الحوار السياسي الليبي في الحمامات التونسية، حيث خرج هذا البيان بمقترحات تنتظر موافقة باقي الأطراف عليها حتى تبدأ في مباشرة وآلية تنفيذها. بداية نشاهد ماذا خرج من اجتماع لجنة الحوار السياسي في الحمامات التونسية، ثم نعود. نعم، إذن هذه كانت مخرجات أو نصوص البيان الختامي الذي خرجت به لجنة الحوار السياسي في اجتماعها الأخير في الحمامات التونسية. هناك رسائل ترحيب دولية، وكان أبرزها من المبعوث الأممي لليبيا مارتن كوبلر الذي عبر عن سعادته بخروج هذا البيان، وأيضا أشاذ بهذه الاقتراحات من أجل تعديل الاتفاق السياسي والمضي قدما في ملف الحوار الليبي. كذلك ما بيتر ميلت السفير البريطاني لدى طرابلس رحب بالبيان أيضا وببيان أعضاء لجنة الحوار السياسي، اعتبره خطوة مهمة نحو إنهاء الجمود السياسي وتحقيق مصالح الشعب الليبي. بداية أرحب بضيفي هنا في الاستوديو محمد شبار المحلل السياسي، أهلا بك. أهلا وسهلا بك. كذلك معي عبر الهاتف كاتب صحفي من لندن عبد الله الكبير، أهلا بك. إذن حتى يجهز سيد عبد الله أعود إليك سيد محمد. نعم، مرحبا بك سيد عبد الله، أبدأ معك الحديث سيد محمد شبار. إذن كيف رأيت هذا الاجتماع الأخير الذي عقد لأعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي في الحمامات التونسية بعد مرحلة من ما وصفت بالجمود في تطبيق بنود الاتفاق السياسي؟ طبعا التحية طيبة في البداية لك أستاذ عماد ولأسرة البرنامج وأسرة القناة الحية من خلالها كل المشاهدين الكرام. يعني أريد أن أتحدث عن هذا الجلسة الأخيرة للحوار من جانبين. الجانب الأول هو التمثيل الذي يعني طرأ أو كان يعني الأطراف اللي حضرت هذا الاتفاق، والجانب الآخر هو البيان الذي انبثق عن هذا الاتفاق أو نتائج هذا الحوار. طبعا هذا اللقاء أعتقد أن الأطراف لم تكن ممثلة بشكل جيد في هذا الاجتماع. النقطة الأخرى، أنت تقصد هنا غياب وفد مجلس النواب؟ يعني احنا يعني ممكن هناك حتى بعض الاطراف الاخرى يجب تمثيلها، يعني احنا من بوش نكرروا الاخطاء للاسف اللي نكرروا فيها لنا 6 سنوات وبعدين نجوا بعد سنه ونقولوا جمود سياسي ونقولوا في اطراف اتعرقل في الاتفاق. من هي الاطراف الاخرى التي غابت بجانب مجلس النواب عن هذا الاجتماع؟ يعني مجلس النواب الان هل هو طرف واحد؟ خلونا واضحين، مجلس الدولة هل هو طرف واحد؟ مجلس الرئاسي هل هو طرف واحد؟
الليبيين كلهم هل هم طرف واحد؟ المدن اللي في ليبيا كلها هل هي طرف واحد؟ كل شيء في ليبيا مقسم الآن. احنا للأسف هذه حقيقة مرة مفروض احنا ما نقولهاش على الـ يعني بطريقة يعني مباشرة، ولكن هذه هي الحقيقة المرة اللي يجب أن يعرفها كل الليبيين اليوم. إذا كنا احنا نبوا، إذا كانت هذه بلادنا وتهمنا ونبوا نديروا حل للأزمة هذه. احنا نجوا نقعمزوا كل مجموعة تجي تقعمز، في واحد يقعمز في الإسكندرية، واحد في شرم الشيخ، واحد في تونس، واحد في الصخيرات، واحد في روما، واحد، واحنا نبوا نديروا حل كيف يعيشوا الليبيين مع بعضهم في سلام على الأقل. الآن طموح الليبيين إنهم يعيشوا في سلام بس، إن حصل فردة خبز يجي يأكلها في الصباح. صغارنا الآن، أبنائنا الآن في الاستراحة مش قادر أبوه يوفر له فطور في الاستراحة. هذا اللي وصلوا للليبيين. السبب الرئيسي هو شنو؟ هو التعصب هذا. شنو التعصب هذا؟ كل واحد جاي رافع حل ويقول لي هذا الحل متاعي. ما يجيش يا ناس هيك بالطريقة هذه. الأزمة مش بالطريقة هذه، والمواطن الليبي هو المتضرر الأكبر دائما من هذه الخلافات بالتأكيد السياسية. ولكن يعني احنا ممكن خرجنا هذا الاجتماع الذي عقدته لجنة الحوار السياسي، نعم، هل يمكن أن يخرج بحلول وفق هذه المقترحات التي خرج بها لحل حالة الأزمة السياسية؟ هو بالتأكيد أن كل مقترح حيكون له أثر ربما في إيجاد حل، لكن هل هذا النهج الآن اللي تتبع الأطراف السياسية، حتى لجنة الحوار، احنا بنتكلم الآن على لجنة الحوار، هل لجنة الحوار تمثل الليبيين اليوم؟ في ناس يقول لك لا والله ما تمثلنيش نهائي. بقى كيف نتعاملوا معها من الناس هذيما؟ احنا يعني الآن 6 سنوات واحنا نرتكبوا في نفس الأخطاء ونفس التشبث ونفس التعصب، كل واحد داير حل في راسه ومشكله، يعني كل واحد مداير بدله لنفسه ويبي يعني يلبسها على الليبيين كلهم. احنا ممكن خرجنا على الموضوع، لكن نبي نرجع للبيان، نص البيان نص فضفاض جدا. اذا كنت تبي تدير حل حقيقي يجب ان يكون يعني الحل فعلا واضح. وحل تنجون مثلا لمسألة تكوين مجلس يعني الخاص فيما يتعلق بالمجلس او القائد الاعلى للقوات، نعم، القائد الاعلى للجيش. باهي، طبعا هذه الاختصاصات هي اختصاصات تنفيذيه، اختصاصات القائد الاعلى للجيش اختصاصات تنفيذيه. يجي ينفع ان ندير رئيس اللجنه التشريعيه او مجلس النواب، رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الدولة أو رئيس المجلس الرئاسي اللي يفترض أن تكون اختصاصات سيادية. أرى الخطأ الكبير الفادح اللي في نصوص الاتفاق أن المجلس الرئاسي هو اختصاصاته تنفيذية، ما فيش فصل ما بين السلطات السيادية والاختصاصات التنفيذية. الاختصاصات السيادية هذه اختصاصات مهمة يجب فصلها، يعني مسألة تمثيل الدولة ومسألة تقديم الأنواط ومسألة تمثيل الدولة في المحافل الدولية وحتى يعني في المفاوضات وغيرها. هذه اختصاصات من يديرها؟ تديرها سلطة سيادية، لأن احنا في أزمة الآن، احنا في وضع استثنائي يجب كل واحد موجود في مثلا ينبثق عن أي حل. الشخص هذا لازم تكون اختصاصاته مكتوبة، ولأننا في وضع استثنائي قد نحتاج لحلول أيضا، نعم، استثنائية فيما يتعلق بتعديلات الاتفاق. لكن هذه الحلول الاستثنائية. اسمح لي نذهب لضيفي عبر الهاتف، نعم، من لندن، عبد الله الكبير، أهلا بك. مرحبا في عباد الدرس السكة، التحية ولضيفك أستاذ محمد ولكل أستاذة مشاهدي قناة فالورا. تحياتي لك. إذن هناك ترحيب دولي فيما يتعلق بمخرجات هذا الاجتماع أو المقترحات التي خرجت بها لجنة الحوار السياسي الليبي، وكان أبرزها تصريح المبعوث الأممي مارتن كوبلر الذي اعتبر هذا الاجتماع أشاد بهذه المقترحات الملموسة حول كيفية الدفع قدما بالعملية السياسية. وأيضا بيتر ميلت السفير البريطاني تحدث على أن هذا الاجتماع خطوة مهمة لإنهاء حالة الجمود السياسي. هل فعلا هذه المخرجات قد تنهي حالة الجمود السياسي الذي تشهده البلاد ويشهده تنفيذ بنود الاتفاق السياسي؟ نعم، يفترض أن مخرجات لقاء الحمامات أن تنهي الجمود في العملية السياسية وأن نبدأ في تنفيذ الاتفاق السياسي بعد اعتماد هذه المقترحات في اتفاق الصخيرات وتضمين الاتفاق الإعلان الدستوري. طبعا الترحيب الدولي
بالتأكيد الدول التي تريد استقرار في ليبيا من أجل مصالحها طبعا سترحب بأي حل يتوافق عليه الليبيون وتتوافق عليه القوى السياسية وينهي حالة الجمود ويضع البلاد على سكة الحل السياسي الذي ينهي هذا الاضطراب وهذا الصراع لننتقل إلى المشاكل الأخرى والتي تفضل الأستاذ الدكتور محمد في الحديث عنها. أريد أن أعلق فقط على ما تفضل به الأستاذ محمد. صحيح أن الليبيون الآن يعانون من عيشتهم. البرلمان أو مجلس النواب منقسم، مجلس الأعلى للدولة هناك جزء لم ينضم وهم ما تبقى من المؤتمر الوطني، المجلس الرئاسي منقسم. المقترحات التي تقدم بها فريق الحوار في الحمامات هي محاولة لإنهاء هذا الانقسام أو الحد منه وجمع أغلب الأطراف حول حل توافقي يقبله الجميع، خاصة مجلس النواب الذي يبدو فصيل منه أو تيار منه هو المسؤول عن عرقلة تنفيذ الاتفاق لأن لديه مطالب. أعتقد أن أغلب المطالب تمت تلبيتها في هذا اللقاء الذي جرى في الحمامات. بالنسبة لمسألة التمثيل أعتقد أن الحوار السياسي أو الذين اجتمعوا في الحل هم أنفسهم أو جزء كبير منهم على الأقل كان حاضرا أثناء توقيع اتفاق الصخيرات وكان مواكبا لكل المفاوضات التي جرت. مسألة التمثيل التي تفضل الأستاذ محمد بالإشارة إليها ممثلو الشعب الليبي هم بالدرجة الأولى أعضاء المؤتمر الوطني وأعضاء مجلس النواب بالدرجة الثانية، هؤلاء هم ممثلو الشعب الليبي، ولكن حتى هؤلاء لم يعودوا ممثلين للشعب الليبي لأن ولايتهم انتهت. إذا لم نصل إلى حل سياسي عبر اتفاق الصخيرات أو عبر أي اتفاق آخر سريع ينهي الأزمة في ليبيا ليس لنا من خيار إلا الذهاب إلى انتخابات جديدة تفرض ممثلين جدد الشعب الليبي ونتجاوز هذه المرحلة بكل اصطفافاتها جاي. ابقى معي اذهب كذلك عبر سكايب معي محمد فؤاد المحلل السياسي، اهلا بك. اهلا بك، السلام عليكم، تحية لك. تحياتي لك كذلك. اذا الان هناك تعديلات مقترحة على نص الاتفاق السياسي، هل هذه التعديلات ترضي من كان يعرقل عدم تنفيذ بنود الاتفاق السياسي وكان يقف عائقا امام اعتماد المجلس الوزاري المخصص لحكومة الوفاق الوطني؟ هو نبدا من سؤالك، يعني هناك الاتفاق ويرفض الانصياع لشروط الاتفاق، هو حل وسط في المؤتمر الوطني العام والبرلمان وصلوا الى ان يتناسب الطرفين حتى نصل الى اتفاق الصخيرات. بعد توقيع الاتفاق شهدنا ان البرلمان يرفض هذا الاتفاق ويريد ان التنازلات اللي قدمها ان لا يقدمها. ما نشاهده اليوم، يعني ما شاهدناه يوم امس، هو التنازل للبرلمان وتقديم كل طلبات البرلمان المعرقله للاتفاق حتى يرضى فيها البرلمان على الاتفاق. هذا طبعا كلام غير مقبول، هذا خطأ، إذ أن حد يعد الاتفاق السياسي ما يريده، يعني ينتشر علينا فتح الاتفاق الجديد والعودة للصفر، وهذا ما يحدث، لأن أمس ليس إلى شيء واحد، هو التناول أي ثمن برلمان بشرط فقط البرلمان الاتفاق السياسي. أعتقد أن هذا يكون عاقل الكلام. المشكلة المفروض اللي كان أمس جالس، لو أردنا ولو أردنا أن نحل الحقيقة البعيدة عن التقليدية أن نجلس، ما هي الأسئلة التي عدت فشل اتفاق الصخيرات؟ وهي واضحة، هناك جسم اللي هو البرلمان لا يستطيع الاقتناع، يرفض الاتفاق وهو يقع تحت سيطرة قوة عسكرية ترفض التوافق. نعم، سأعود إليك دكتور محمد فؤاد حتى نصلح هذا الخلل في الصوت. سيد محمد شبار، من ضمن التعديلات المقترحة فيما يتعلق بلجنة الحوار السياسي إعادة تشكيل مجلس رئاسي
من مجلس رئاسي من 7 نواب ووزاري دولة إلى مجلس رئاسي مصغر من رئيس ونائبين، بالإضافة إلى رئيس وزراء يتم تكليفه لاحقا مستقل يتولى المهام التنفيذية والإدارية للدولة، كيف ترى هذا الأمر؟ طبعا يعني السؤال المهم الآن، وخصوصا أن احنا بعد سنة من التوقيع على نصوص هذا الاتفاق، هل الأشخاص أو الأجسام التي انبثقت عن هذا الاتفاق هي من كانت سببا في فشل تنفيذ هذا الاتفاق أم لا؟ هذا سؤال مهم يجب أن احنا نجاوب عليه اليوم. هل المشكلة في الأشخاص اللي موجودين في المجلس الرئاسي، أم أن الاتفاق نصوص الاتفاق نفسها هي من كبلت هؤلاء الأشخاص بحيث أنهم ما قدروش ينفذوا الاتفاق؟ الإجابة لو شفنا الإجابة، نصوص الاتفاق هي من كبلت هذه الأجسام عن أداء مهامها، وهذا أمر واضح وجلي واضح جدا. هل لو احنا غيرنا الأشخاص الآن وخلينا نفس النصوص هذه متاعت الاتفاق، خليناها نفسها باهي، هل الناس هذي ما حيكونوا يعني ناس خارقين للعادة وهيستطيعوا تنفيذ نصوص هذا الاتفاق؟ بالتأكيد لا، لأن الناس اللي كانوا موجودين في المجلس الرئاسي ليبيين، والناس اللي حنختاروهم في المستقبل حيكونوا ليبيين، يعني حيجدوا أنفسهم مكبلين بنصوص هذا الاتفاق. لو شفنا الاختصاصات في داخل في أو الاختصاصات التي أوكلت سواء كانت للمجلس الدولة أو لمجلس النواب أو للمجلس الرئاسي، خصوصا بعد استحداث طبعا رئيس الوزراء، ويعني هذه راهي ماهيش حاجة جديدة، يعني هذه عبارة عن مبادرة تم تقديمها من حراك صوت الشعب، وهذه أعتقد أنها كانت موجودة في كل القنوات، كانت موجودة. يعني حتى يعني التغيير الذي طرا في مسألة تكوين مجلس كان تحت مسمى مجلس الدفاع والأمن القومي، هو من يتولى اختصاصات القائد الأعلى للجيش، تم تحويرها على أساس أنها كانت تكون 7 أشخاص، وكانت خليط، حتكون خليط من السلطة التشريعية والسلطة السيادية والسلطة التنفيذية، أصبحت من سلطتين فقط، اللي هي السلطة السيادية اللي هي تمثل المجلس الرئاسي ومجلس الدولة ومجلس النواب. احنا سؤال بسيط الآن، لو فرضا ان رئيس المجلس الرئاسي او عضو كما جاء في البيان عضو من المجلس الرئاسي، هذه مبنية للمجهول، راه هذا حصير على خلاف، ومش حنكون المجلس هذا ان شاء الله حتى 5 سنوات، احنا عارفين الكلام هذا. اي أزمة اذا كان الحل ما هوش باكج واحد كله بالكامل، حزمة واحدة بالاسماء وبكل شيء، طيب كل شيء موجود، مش حيصير اتفاق على هذا فقط الامر فيما فقط يتعلق فقط يعني نرجع نعم. للنقطة المهمة، نقطة مهمة جدا، اختصاصات يعني لو خذين المجلس الدفاع والامن القومي مثلا نقول لك انا نرفع حالة الطوارئ مثلا في المدينة سين لانها فيها داعش ولا فيها كذا، باهي، هل السلطة التنفيذية ستنفذ هذا أم لا؟ اللي تحتها السلاح، رئيس الأركان ورئيس الحكومة ووزير الداخلية والأمور هذه كلها، هل حينفذ؟ هل 3 أشخاص ليهم القدرة إنهم يحركوا جيش؟ هذا راه خلل كبير جدا. احنا اللي كتبناه في مبادرة حراك صوت الشعب أن السلطة التنفيذية واللي على رأسها رئيس الحكومة ورئيس الأركان ورئيس المخابرات العامة ووزير الداخلية يكونوا جزء من مجلس الدفاع والأمن القومي اللي يتولى قائد الأعلى للجيش. جيد، أعود مجددا، احنا ما نتعثروش. جيد، أعود مجددا لعبد الله الكبير من لندن. إذا من ضمن المقترحات التي خرجت بها لجنة الحوار السياسي في اجتماعها الأخير هو تكليف رئيس وزراء مستقل ولا يكون من أحد أعضاء مجلس الرئاسي ليتولى المهام التنفيذية والإدارية في الدولة، هل هذا قد يحلحل قليلا من المشكلة التي عاناها المجلس الرئاسي في قيامه بواجبه كسلطة تنفيذية؟ نعم، سيخفف الأعباء على المجلس الرئاسي، تصبح صلاحيات المجلس الرئاسي صلاحيات سيادية يحددها اتفاق الزخيرات للمهام المكلف بها المجلس الرئاسي. السلطة التنفيذية تتولى المهام العاجلة، وسيصبح رئيس الحكومة إذا قدر لهذه المقترحات أن تنفذ وتتوافق عليها الأطراف
الليبية ونمضي تباعا في الخطوات والإجراءات. إذا قدر ذلك فرئيس الحكومة سيصبح هو أهم شخصية في المستقبل القريب، لأن كل الأمور التنفيذية والتي ينتظرها المواطن الليبي ستصبح من اختصاصات هذه الحكومة، وتتفرغ الحكومة لتقديم الخدمات للمواطن لحل حالة المشاكل التي يعاني منها المواطن الليبي، خاصة المشاكل المستعجلة، يتفرغ لها ويترك الشؤون السياسية والأمور الأخرى للمجلس الرئاسي. أنا أتصور أنها ربما تكون خطوة مهمة في اتجاه فصل السلطات السيادية عن السلطات التنفيذية. نعم. نعم، ابقى معي سيد عبد الله، اذهب لمحمد فؤاد. سيد محمد، تكليف رئيس وزراء مستقل عن المجلس الرئاسي، هذا الامر كان غائب، لان المجلس الرئاسي لم يعتمد وزرائه في السابق من قبل مجلس النواب الذي يفترض به ان يكون سلطه تشريعيه وفق هذا الاتفاق واعتماد الوزراء، ولكن هذا لم يحصل. هل تكليف رئيس وزراء قد يتجاوز هذه المرحلة وهذه العرقلة ويبدأ مباشرة في تنفيذ مهامه إذ تم الموافقة على هذه المقترحات؟ هو كما قلت، يعني أنت المشكلة أنها تتجاوز أعتقد مشكلة. المشكلة الأساسية أن البرلمان يرفض الاتفاق. فكيف يكون الحل هو تقديم تنازلات البرلمان؟ يعني أنا أذكر، يعني ربما المشاهد الليبي لا يعرف، يعني كان رئيس وزراء بريطانيا في الثلاثينات السيد شامبرلين يريد ابعاد شبح الحرب عن اوروبا، فقدم التنازلات لهتلر، تنازل وراء تنازل وراء تنازل وراء تنازل. هتلر استولى على تشيكوسلوفاكيا واستولى على المنتا واستولى على بولندا، وفي النهايه كانت نتيجه كل تقسيم التنازلات هو الحرب العالميه الثانيه. ما يقومون به يوم امس، ما قاموا به يوم امس هو تقديم تنازلات مجانيه للبرلمان حتى يوقع الاتفاق. هذا كلام غير مقبول. يجب على لجنه الحوار اذا كانت تريد فعلا الوصول الى حل هو مناقشه المعرقلين الاساسيين للاتفاق ونشوف ايجاد حل حقيقي لهذه العرقله. بعد ذلك ممكن ان نتحدث عن بعدين. واليس هذا ما اعلن سيد محمد؟ الم يعلن المعرقلين للحوار كما وصفتهم بان مطالبهم تنحصر فيما يتعلق بالقياده العليا للجيش، كذلك فيما يتعلق بتقليص اعضاء مجلس النواب؟ هو هذه مطالبهم، وانت تاخذها انت الان تنفذ مطالب المعرقلين حتى يرضوا عنه، هذا غير مقبول. يعني انت تكافح من يعرقل، يعني لماذا مثلا لم نناقش المعرقل الراقدين في اتفاق طرف اخر اللي يقولوا احنا نبغى اتفاق السلطه التشريعيه وتعريف الارهاب وتسميه اشخاص اخرين في المناطق السياديه الى اخر هذا الكلام. يعني انت شوف، اما ان يكون عندنا اتفاق ويتم تطبيق الاتفاق ونمشي مع اليات تغيير الاتفاق اذا كانوا يريدون فعلا الوصول الى حل، واما اغلاق باب هذا الاتفاق وارجاع المؤتمر الوطني والبرلمان والتفاوض من جديد، لان انت الان تغير تقوم بتعديلات جوهريه في الاتفاق، كل ما تنازل عنه البرلمان في الاتفاق السياسي ترده له. هل هذا معقول؟ يعني احنا عدنا للمسوق الرابعه، لماذا التنازل؟ لان هناك شخص رفض الاتفاق، لانه كافح اللي رفض الاتفاق غير اللي اعطوه منه. يعني هل هذا، يعني اي حد يقول اذا كان يقول هذه هي السياسه، لا اعتقد ان هذا تسمى سياسه. انقطع الاتصال للأسف مع الدكتور محمد فؤاد حتى يعود معنا. عود إليك سيد محمد الشبار قبل أن نذهب لفاصل قصير. إذا الآن هذه المخرجات التي سنتحدث عنها أكثر فيما يتعلق برئيس الوزراء المستقل عن المجلس الرئاسي، هل قد يواجه عرقلة التي واجهها وزراء حكومة الوفاق الوطني الذين منحوا صفة التفويض بسبب عرقلة أعضاء مجلس النواب أو بعض أعضاء مجلس النواب لاعتماد المجلس الوزاري الذي كان تابع لحكومه؟ بالتاكيد يعني هذا امر يعني واضح انه حيجد هذه العراقيل. السبب الرئيسي هو عدم وجود نصوص تعطي لرئيس الحكومه يعني اختصاصاته فعلا التي يعني تفتح له الطريق ويستطيع ان ينفذ مشروع الحكومه. البيان اللي جاء في تونس هو اعتقد انه هو مطابق تماما للوثيقه اللي قدمها حراك صوت الشعب. الوثيقه هذه هي في بمثابه دستور مؤقت يتكون من 219 ماده، هذه كتبت بايادي ليبيه او افكار ليبيه كلها بالكامل.
مجلس الدفاع الامن القومي شنو اختصاصاته، رئيس الحكومه شنو اختصاصاته، المجلس الرئاسي شنو اختصاصاته، هي بالضبط يعني على الـ الـ يعني وهذه اعتقد انها كانت في مؤتمر صحفي في يوم 10/1/2016 يعني هذه كانت موجودة. النصوص هذه يعني المكونات هذه ممتازة جدا، ولكن ليش ما يعني شنو اللي محتاجت له؟ تحتاج إلى وثيقة قوية تتبين فيها كل الاختصاصات، اختصاصات لازم تكون جاهزة وتكون واضحة بشكل كبير جدا. أما مسألة أني ندير يعني هذا عبارة عن هذه راهو ترقيع، هذه حلول ملفقة، حلول فضفاضة، وبعد شوية نلقوا رواحنا بعد سنة وإحنا ما درنا شيء. لكن لو كانت هذه الأجسام وهذا الـ هذا الـ هذا الاتفاق يعني يكون وفق وثيقة تكون في صورة دستور مؤقت، ترى إحنا قصة تول إحنا الآن يعني فرضا إن إحنا وصلنا لتشكيل مجلس رئاسي جديد وحصلنا رئيس حكومة واتفقوا الجماعة هذه ما كلهم باش الهدف نحن يا لجنة الحوار الآن في تونس شنو هو الهدف متاعها؟ هل الهدف متاعها شنو الهدف يعني؟ هدفنا شنو؟ هذا سؤال مهم راه، هل احنا هدفنا فعلا تأسيس المؤسسات اللي بتحافظ لنا على مسألة التحول الديمقراطي؟ باهي إذا كنا احنا نبغوا نأسس المؤسسات هذه، كم من الوقت احنا نحتاجه؟ أراه إذا كنا إحنا نبغى ندير مؤسسات تحافظ على التحول الديمقراطي أقل شيء 5 سنوات. نعم. أقل شيء 5 سنوات. عبد الله الكبير، إذا من ضمن المخرجات أو المقترحات هي تشكيل مجلس فيما يتعلق باختصاص القائد الأعلى للجيش، يتكون من رئيس مجلس النواب وأيضا رئيس المجلس الأعلى للدولة وكذلك عضو من مجلس الرئاسي المصغر والمقترح بشكله الجديد، هل هذا يحل جدلية القائد الأعلى للجيش؟ نعم، يفترض أن يحل هذه الجدلية. القائد الأعلى للجيش الاتفاق الصغيرات كلف المجلس الرئاسي بأن يكون القائد الأعلى للجيش، هذا في الوضع الطبيعي يفترض أن السلطة التنفيذية سواء كانت رئاسية أو برلمانية، السلطة التنفيذية هي التي تتولى القيادة العليا للجيش. لكن في ظرف مثل الظرف الليبي الآن والصراع وتنوع السلطات في ليبيا، تحتم علينا تقاسم كل السلطات السياسية والعسكرية بما فيها منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ربما تكون هذه خطوة أو بادرة، خطوة أولى في زرع الثقة بين الأطراف الرئيسية وهما الطرفان الرئيسيان البرلمان والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على بقية المناصب. لن يقبل البرلمان أن يكون المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، لن تقبل الأطراف الأخرى بما فيها المجلس الرئاسي أن تبقى القيادة العليا المسلحة لدى البرلمان. إذن الحل أن تكون هذه الترويكا الثلاثية هي القائد الأعلى وهي المسؤولة عن تنظيم القوات المسلحة في ليبيا. نعم. ابقى معي، سنعود أكثر للحديث عن هذا النقطة وهذا البند، كذلك سيد محمد شبار وأيضا معي دكتور محمد فؤاد. كذلك أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نواصل الحديث.
لا زال الحديث متواصلا حول الاجتماع الأخير الذي عقد في الحمامات التونسية لأعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي، والذي أفضى بخروج مقترحات لتعديل الاتفاق السياسي الليبي وأيضا بعض البنود المهمة التي تحدثنا على بعضها. وسنواصل الحديث فيما بقى لنا من هذا الوقت عن باقي البنود الأخرى. أذهب إلى عبد الله الكبير الكاتب الصحفي من لندن. عندما يتولى صفة القائد الأعلى للجيش رئيس البرلمان ورئيس المجلس الأعلى للدولة وكذلك عضو من المجلس الرئاسي، ما الذي يضمن حصول توافق بين هذا الثلاثي؟ التوافق يكاد يكون مستبعد تماما بين الأطراف الليبية. لو الأطراف الليبية قادرة على التوافق لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، لكن ليس ثمة حل آخر. أين نضع القيادة العليا للقوات المسلحة؟ لا يمكن أن تكون لدى البرلمان، ولا يمكن أن تكون لدى المجلس الرئاسي، ولا يمكن أن تكون لدى المجلس الأعلى. لا أحد يتنازل في طرف آخر ويعطي كما يقال الخبز في خبازه. الخطة التنفيذية هي القائد الأعلى للقوات المسلحة. إذن الحل هو جمع كل هذه الأطراف وتصبح هي جميعا القائد الأعلى للقوات المسلحة، وليس أمامها إلا التوافق. على أي حال، متى سنحتاج إلى قرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة؟ في حالة إعلان الحرب، حالة إعلان حالة الطوارئ، يعني في حالات نادرة جدا. الهدف الرئيسي من هذا الثلاثي الذي يقسم سلطة القيادة العليا للقوات المسلحة هو عدم استفراد طرف واحد في القوة المسلحة. هذا هو الهدف الرئيسي الذي ينبغي أن نحققه الآن. إذا استقرت البلاد في المستقبل تلقائيا سيصبح القائد الأعلى للقوات المسلحة هو رئيس البلاد إن كان النظام رئاسي، أو رئيس الحكومة إذا كان النظام برلماني. نعم، انضم إلي كذلك عضو لجنة الحوار السياسي محمد علي عبد الله. أهلا بك. اهلا وسهلا بك استاذ عماد، اهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام وبالاستاذ محمد ضيفك الكريم. تحياتي لك. اذا بدايه، كيف كانت اجواء هذا الاجتماع الذي عقد في الحمامات التونسيه، وهل التوافق على هذه المقترحات كل بين كافه المجتمعين؟ نعم، هي الاجواء كانت ايجابيه من ناحيه روح العمل والاصرار والحرص على الوصول الى توافق، ويعني تتويج الجهود التي بدأت منذ فترة. يعني هذه مشاورات بين أطراف لجنة الحوار السياسي بعيدا عن الاجتماعات الرسمية التي كانت ترعاها البعثة بدأت منذ فترة، وهذا الاجتماع كان أحد المحطات الرئيسية الذي يعني برز عليه هذا البيان الذي تحدثت عنه في تقريركم في الحلقة. أهم الإفرازات اللقاء من ناحية التوافق هي يعني معالجة كثير من القضايا التي جزء منها كانت بارزة منذ التوقيع على الاتفاق، وبعض منها كانت مختنقات تراكمية أو برزت خلال مسعى الأجسام المنبثق عن الاتفاق السياسي في تطبيق الاتفاق. واجهتهم إشكاليات كثيرة في حلحلة القضايا التي واجهتها. فهذه 6 نقاط يعني حددناها في البيان. موقف أعضاء لجنة الحوار الذين حضروا الاجتماع يعني نستطيع نقول في توافق كبير جدا، باستثناء ربما عضوين أو 3 ربما كانت لديهم بعض التحفظات، ولكن في المجمل كانت يعني النقاط توافقية. جيد. الآن الخطوة القادمة ننتظر زملائنا وإخواننا في مجلس النواب أن يستكملوا تشكيل فريق الحوار الذي يمثلهم، ويأتوا بتفويض من مجلس النواب لاستكمال إدخال هذه التعديلات وتطبيق الآلية التي يروها مناسبة لإدراج هذه التعديلات في الاتفاق السياسي ومن ثم في إعلان الدستور. طيب، تحدثت عن الخطوة القادمة فيما يتعلق بهذه التعديلات والآلية لبدء فعليا في تنفيذها. متى ستعقد جلسة أخرى للجنة الحوار السياسي في حضور طرف ممثل لمجلس النواب الذي غاب في جلسة الحمامات؟ لا أستطيع أن أحدد لك يوم، نحن لم نتفق على يوم محدد. الأمور كلها مرتبطة ببعض الاستحقاقات من بينها جلسة مجلس النواب، وأيضا الجدول الزمني مربوط أيضا بالترتيبات اللوجستية من ناحية انعقاد الاجتماعات. ولكن نحن سنستمر في الجلسات التشاورية. أعتقد الآلية المناسبة الآن من والتي وجدناها أنسب ومثمرة أكثر هي اللقاءات التشاورية بين أطراف لجنة الحوار بعيدا عن المجتمع الدولي والبعثة، حتى نتوصل إلى توافق
وصياغة محددة، ومن ثم يكون هناك جلسة رسمية ربما بحضور بعثة الأمم المتحدة في إجراءات يعني لترسيم الإجراء الذي سنتوافق عليه، ومن ثم أعتقد الآلية التي نسعى إليها أن تكون هناك تعديل دستوري يشمل هذه التعديلات بالآلية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي. طيب، هل هناك أي مقترحات لتوسيع أكثر لجنة الحوار السياسي الليبي بضم أطراف جديدة إليها؟ لا، في حقيقة الأمر نحن الآن في المرحلة التي توصل إليها الحوار لا جدوى من مناقشة التركيبة في حد ذاتها. لجنة الحوار السياسي يعني عملها يعني محدد جدا الآن في هذه المرحلة، تمثيل مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة كأجسام رئيسية في الحوار السياسي هو الأهم الآن بالنسبة إلى الحوار. يعني إضافة أشخاص إليها وتوسيعها الآن لن يأتي بأي إضافة من ناحية العملية، الأهم أن نصل إلى توافق يتم الاتفاق عليه من قبل هذه الأجسام الرئيسية، وهذا هو المسعى الآن. هل هذه التعديلات سيد محمد، في سؤال أخير سيد محمد، هل هي تؤخذ كحزمة واحدة فيما يتعلق بالتوقيع عليها لاحقا؟ بدون شك، هي أعتقد الـ يعني الأساس الذي اجتمع عليه الحاضرون هو أن تكون هذه التعديلات حزمة واحدة، لأن هناك طرف ربما يسعى إلى بند محدد أو حريص جدا على تحقيق تعديل في بند محدد، وطرف آخر حريص على بند آخر، فالتنازل والتوافق هو من قبل أن تكون هناك تنازل من جهة. ولكن هذا حصل سابقا سيد محمد، عندما كان الاتفاق السياسي يأخذ كحزمة واحدة، ولكن في جلسة مجلس النواب اعتمد الاتفاق مع تجميد للمادة الثامنة. لا، هو المجلس النواب لا يملك أن يجمد جزء من الاتفاق ويعمل بغيره. في حقيقة الأمر ما قام به مجلس النواب هو اعتماد للاتفاق السياسي، ولكن لم يتم إدراج الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، وهذا هو الخلل الذي لن نريد أن نكرره من جديد. فلهذا كانت الفقرة الأخيرة في البيان هو يعني أن تكون هذه التعديلات حزمة واحدة، وأن تكون هناك ضمانات بأن تعديل الإعلان الدستوري ومنح الثقة للحكومة يكون جزء من الاتفاق قبل أن يتم أي توقيع. يعني كل الأطراف اتفقت على هذا، يعني لن نقبل بأي تعديل أو بإدراج هذه التعديلات إلا في حال وجود هذه الضمانات المتعلقة بتعديل الإعلان الدستوري ومنح الثقة للحكومة، لأن لا نريد أن نرجع للمربع الأول وهي مؤسسات منبثقة عن الاتفاق السياسي ولكنها مكبلة. جيد، في سؤال أخير، هل تعتقد أن هذه التعديلات قد تخلق أرضية توافق أكثر من التي كانت في الاتفاق السياسي قبل تعديله؟ نعم نعم، احنا نعمل ذلك، يعني هذا هو الغرض من يعني ترسيخ هذه التعديلات في حزمة واحدة في هذا البيان، وهي من أجل توسيع رقعة التوافق ومن أجل الوصول إلى اتفاق حقيقي قابل للتنفيذ يشمل كل الأطراف ويرضي ويعني يعالج المختنقات ويلم شمل الليبيين، يعني هذا هو الهدف من وراء هذه التعديلات. شكرا لك محمد علي عبد الله، عضو لجنة الحوار السياسي الليبي لتواجدك معي. أعود إليك محمد شوبار، إذا استمعت المقال عضو لجنة الحوار السياسي، هذه التعديلات تهدف في مجملها إلى إيجاد أرضية توافق كانت غائبة فيما قبل بين الأطراف المنبثقة عن هذا الاتفاق السياسي، وكذلك بين أعضاء لجنة الحوار في أنفسهم. في لجنة حوار تجتمع كان هناك بعضها أو بعضهم يختلف في تقييم بعض البنود ويطالب بتعديلها. طبعا المكونات أو المخرجات الاتفاق الصخيرات، يعني سواء كان المجلس الأعلى للدولة أو المجلس النواب أو المجلس الرئاسي، يختلف تماما عن ما انبثق عليه الاجتماع الأخير. بمعنى آخر، يعني مكونات هذا الاتفاق الجديد الآن هذا اللي يعني حسب ما تحدث الأستاذ محمد، إن حيتم تعديل الاتفاق السياسي بما يتوافق مع هذه المكونات. هذا طبعا حيحتاج إلى فترة من الزمن، حيحتاج إلى مراجعة دقيقة بحيث أن ما يحدثش تضارب بين مواد اتفاق الصخيرات بما يتوافق مع هذه المكونات الجديدة هذه. لأن طلعنا الآن مجلس حيتولى القائد الأعلى، وأنا قاعد يعني مستغرب يعني كيف حيكون يتخذوا ثلاثة أشخاص، يعني مسألة ربما حتى مثلا
رفع حالة الطوارئ مثلا في منطقة ما، زي مثلا كانت مثلا مدينة سرت، جولي رئيس مجلس النواب ومجلس الدولة ورئيس مجلس الرئاسي وقال احنا خلينا نرفعوا حالة الطوارئ في المنطقة هذه لأنها فيها داعش ونبوا نحاربها، يمشي وراها الرئيس لأن هناك آلية ستحدد لاحقا فيما يتعلق بهذه الاختصاصات. ما فيش آلية، فيه يجب أن تكون هناك نصوص محددة في الاتفاق. كيف تبي تنفذها انت بعدين؟ لم تحدد حتى الان حسب كلام اعضاء لجنه الحوار، هذه مجرد مقترحات. هذا اللي حبيت ان هذا اللي حبيت اذا وافقت عليها بالضبط، هذا اللي حبيت ان السياسي سيتم اعداد اليه لتنفيذها. نعم، هذا اللي حبيت نوضحه. اراه اذا كان المكونات هذه ما كانتش متوافقه تماما، يجب ان تكون النصوص واضحه ودقيقه جدا، وهذه تحتاج الى نصوص دقيقه، ماهيش نصوص هذه يعني مشي وخلاص، لان حيوقفوا الناس هذيما اللي بيختاروهم يقدروا يلقوا انفسهم عاجزين عن تنفيذ هذا الاتفاق. وبالتالي يعني انا ليش يعني احنا واحده من الوثائق اللي ممكن ترجع لها لجنه الحوار ولا الاطراف السياسيه ولا سماها ما شئت، النصوص هذه مهمه، لأن هذه النصوص تحتوي على هذه المكونات الموجودة، هذه 219 مادة، حتى التدابير الانتقالية كاتبينها شنو بيديروا بالضبط الناس هذين اللي بيختاروها في المرحلة هذه، في المرحلة التأسيسية اللي يفترض أن يأسسوا فيها المؤسسات اللي بتحافظ على عملية التحول الديمقراطي، بحيث نوصلوا لمرحلة ما أن احنا ننتقلوا ونديروا انتخابات زي ما حدث في المدن، زي ما حدث في تونس، وزي ما حدث في كثير من البلدان اللي حدث فيها أزمات من هذا النوع. وبالتالي أنا حاب يعني ما نبوش نغلطوا الغلطة متاع اتفاق الصخيرات في 2015. جيد، سأعود إليك محمد شبار بعد قليل، ولكن نذهب لعبد الله الكبير. إذا من ضمن المقترحات هي التأكيد على ضرورة تفعيل المادة 52 من الاتفاق السياسي بشأن انتهاء مدة عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. كيف ترى أهمية هذا الأمر وذكره في المقترحات التي يجب أن تعدل في الاتفاق السياسي، وهذا تأكيد على تفعيل مقترح موجود أساسا في الاتفاق السياسي؟ التأكيد على هذا المقترح يأتي من تهدية تنجز لجنة الدستور المهمة المناطة بها، وهي إعداد الدستور وطرحه إلى الاستبداد. وهذا في تصوري أن المرحلة الحالية مرحلة الختام الحالي ومرحلة الصراع التي لم نتعافى منها ربما يكون من الصعب على لجنة الدستور التي هي أيضا منقصة حول المدونة التي توصلت إليها ورفض بعض أعضاء هذه المدونة بعض المكونات الثقافية للشعب الليبي ترفض أيضا هذه المدونة. لكن في كل الأحوال وثيقة الدستور هي ربما المنقذ لنا من هذه المرحلة. إذا تمكنت لجنة الدستور من صياغة دستور توافقي مقبول من كل الأطراف الأدبية ومن المكونات الأدبية وطرح الاستفتاء وتحصل على أغلبية وتم إقراره، حينها سننتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة بداية الإقرار وبداية انتخابات مستقرة. نعم، التأكيد على هذه النقطة لجنة الحوار مهم جدا، لأننا بالفعل ربما يكون المخرج لنا هو صدور الدستور. نعم، ولكن هل هيئة صياغة الدستور قادرة بوضعها الحالي وفي ظل وجود عدد كبير من أعضاء الهيئة مقاطعين لها، وهناك مسودة للدستور تم اعتمادها في صلالة ولم تحظى لا بموافقة مجلس النواب ولم تحظى بموافقة حتى أعضاء الهيئة، أيضا هناك طعون من المحكمة الدستورية في دائرتها الإدارية بمدينة البيضاء، كل هذا هل سيجعل هيئة صياغة الدستور قادرة على الخروج بمشروع أو مسودة دستور حقيقية تلبي طموحات الليبيين في المرحلة القادمة؟ إذا لم تستطع في هذه الحالة لابد بعد شهر كما يقول كما تقول الحمامات، بعد شهر يتم حل هذه اللجنة وتتهم بالطبقة القانونية أفضل، ويتصرف مجلس النواب بالتوافق مع المجلس الاعلى للدوله في ايجاد بديل لها ينجز لنا الدستور. انا اشرت في البدايه في سبب الانتقام الحالي الصراع الحالي ربما يكون من الصعب على اللجنه ان تنجز دستور او تتوافق على دستور هي نفسها قبل ان يتوافق عليه الشعب
سنتين وهي لم تستطع أن تتوافق على مزودة تحظى بإجماع أغلبية الأعضاء. جيد. بالنسبة لقرارات القضاء أو أحكام القضاء بالنسبة لهذه الهيئة ينبغي احترامها، احترام مخرجات القضاء نقطة مهمة جدا. نعم. لكن في النهاية الكرة ستكون في ملعب مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. عبد الله الكبير، في كلمة أخيرة، كيف ترى مستقبل الاتفاق السياسي الليبي في ظل هذه التعديلات المقترحة؟ أنا أتصور أن هذه هي آخر فرصة لإنقاذ هذا الاتفاق وإنهاء حالة اختراع ولو بشكل رسمي واستعادة الثقة بين الأطراف السياسية، إذا ضاعت هذه الفرصة عليها تبحث عن طريق آخر غير التغييرات وغير الأشجار وغير الشخصيات التي تصدر هذا الآن، وسيكون الفقر الصحيح والمنشآت. طرحت الصورة نفس السؤال لمحمد الشبار، كيف ترى مستقبل الاتفاق السياسي الآن في ظل هذه التعديلات المقترحة إذا وافقت عليها طبعا بقية أعضاء لجنة الحوار السياسي في الجلسات القادمة؟ يعني ربما السؤال الأهم ما هو مستقبل ليبيا والليبيين. يعني أنا أنظر إلى الاتفاق أنه هو وسيلة وليست هدف. هدفنا الأساسي هو الخروج من الأزمة، نطلع به من الأزمة هذا بالاتفاق السياسي. يعني حتى لو انهار الاتفاق السياسي يعني شو حيحدث؟ يعني ما فيه مئات من الوثائق اللي نقدر احنا نستخدمها، بس احنا لو نستخدم شويه عقل وشويه حكمه بس، ما نقعدوش نقصف في بعضنا ونقعد ان واحد يتكلم في روما وواحد يتكلم في تونس وواحد في، احنا لازم نقعمزوا مع بعضنا ويجب ان نتفقوا على وثيقه اي كانت الوثيقه. اهم شيء ان هذه الوثيقه تخرجنا من هذه الازمه. اما مساله التعصب للاتفاق السياسي ولا لوثيقه سين ولا صاد ولا يعني هذا ما اعتقدش انه هو الصوره. محمد يعني يخرجنا من الازمه. المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك لتواجدك معي هنا. كذلك الشكر موصول لكل ضيوفي الكرام الذين كانوا معي على مر هذه الحلقه. في ختامي هذا انا عماد الدين بالعيد، احييكم الى اللقاء.